يا رب. اللحظات الأخيرة بالمباراة والجمهور كله واقف على أعصابه. على عضو الإدارة الأستاذ أبو أنس جود. ناطرين الكل مثل الجمهور شايفين الكل ناطرين. اللحظات الأخيرة. مثل ما عم نشوف حالة الترقب، الجمهور كله على أعصابه، عم نستنى اللحظات الأخيرة. الجمهور كله على أعصابه. بهاللحظات اعلن الحكم نهاية المباراة واجواء كبيرة افراح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. استاذ ابو انس ان شاء الله الف مبروك، اليوم كنا على اعصابنا باللحظات الاخيرة. اي والله تاخرنا لنسجل جول، ان شاء الله الله كرمنا بثلاث نقط، وان شاء الله بين الذهاب والاياب في مستجدات والتوفيق لنادينا ويعطيكم العافيه. الله يعافيك ان شاء الله يا رب يا رب يا رب، الله يبارك فيكم يا رب. اليوم لاخر لحظه عم نشوفك كيف عم تترقب، وان شاء الله الف مبروك يا رب، كنا على اعصابنا. الحمد لله جمهور كبير، شفت كتاب موجود بيناتهم، يعني شغله كبيره والله. الله يعطيك العافيه يا رب، شكرا لكم. مثل ما عم تشوفوا بلشت الاحتفالات اليوم بالهديه. أبو أسعد مبروك مجد، مبروك. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله ألف مبروك. الكل اليوم اجواء الاعلام الزرقاء، الهتافات، الدنيا بلشت باللهديه. الامور ان شاء الله يا رب. ابو اسعد ان شاء الله الف مبروك مبروك ان شاء الله يا رب، هيك على طول على طول ان شاء الله يا رب. الله بالاياب اللي عم يلعب لحد شوي ان شاء الله يا رب. الف الحمد لله يا رب، الحمد لله. الاحتفالات ما زالت. ألف مبروك يا رب. يا رب يا رب يا روحي يا روحي ويا يا روحي والنون نجماتي. بإذن الله رب العالمين أكرمنا بالفوز، بإذن الله أيام الحفلة راجعة إن شاء الله يا رب يا رب. ابو جعفر شو رايك بالفوز اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، كثر خير الله، الحمد لله كتر. الحمد لله يا رب، ان شاء الله على طول. الحمد لله رب العالمين على الفوز، ثلاث نقط حلوه بنهايه الذهاب، وباذن الله حاطين غير بالاياب. ان شاء الله يا رب يا رب. ان شاء الله الف مبروك لحطين. الف مبروك. الف مبروك لنا وعليكم وعلى الجمهور حاطين كله. يا الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الف مبروك، الحمد لله رب العالمين، بعدونا قلبنا شوي وخطينا. الافراح، الاجواء اليوم. ايوبي صوروا مثل البراكين. يا
وبيعلى الصوت لما نقول الحب والله بحبك ما نهاب الموت انا حطيني سامة جبيني مبروك انا حطيني يا كلنا ان شاء الله الف مبروك الف مبروك